كشفت وزارة التربية الوطنية أن الدراسة خلال رمضان ستكون من 8:30 صباحا إلى 3:30 مساء، وأفادت أنه من الفترة الصباحية سيدرس التلاميذ من 8:30 صباحا إلى 11:30 بمعدل 4 حصص ذات 45 دقيقة. وحسب بيان وزارة التربية الوطنية، فإن الفاصل الزمني بين الفترتين الصباحية والمسائية يكون ساعة واحدة، أما الفترة المسائية فيدرس التلاميذ من 12:30 إلى 3:30 بمعدل 4 حصص ذات 45 دقيقة. وشددت وزارة التربية على ضرورة المحافظة على نظام التفويج وجميع التدابير الوقائية الجارية للعمل بها في ظل النظام الاستثنائي للتمدرس. كما أمرت بالمحافظة على مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة. وبالنسبة للمتوسطات التي لا يطرح فيها مشكل القاعات، يمكن للأساتذة أقسام السنة الرابعة متوسط الراغبين في إدراج حصص تدعيمية لفائدة تلاميذهم خاصة في مادتي اللغة العربية والرياضيات القيام بذلك.